السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتمنى منك الدعاء معايا ومع جلالة الملك ومع المسلمين أجمعين يا رب يا كريم. ونتمنى منك الله يحفظك الله يعطيك ما تمنيتي مع ولياتك يا رب يجعل في جنة الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رحمن يا رحيم. أنا دكتور أتمنى من أخويا الدعم مع والدي أولا مريض الوالد وفيتك الدعم معه والوالدة أخوتي ورجلي وعائلة رجلي وتنطل منك أخويا المهم الحمد لله اللهم لك الحمد تنعاني من شي أمراض ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يشفي ويعافي أخويا تنحلب بالأفاعي بالهبال و تنحلم بحالكم بالخطار تيجيوني وترفض سبحان الله العظيم. لا إله لا لك أم كوتر أنت متزوجة ياكي. آه أخويا متزوجة وكتحلمي بالخطاب كيجيو لعندك. أييه أييه لله أييه الله يحفظك. الحمد لله تنصلي وتندير أذكار وتنصوم الاثنين والخميس الحمد لله وتنصلي الفجر. الله يتقبل يا رب. أخويا تندير بحالك الحول ما تشي إيه؟ تنعاني من شي امراض تضرني جنبي تتحول لي الاخر يتنمل لي لحمي كله. نعم واخويا المهم الحمد لله تهدت في وجهي بنت ماما غينتقم مني واحد السيد وما قدرتش غنذكر اخويا سمح ليا. إيه؟ وفوجي ولكن تنستعن بالله والحمد لله وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا يا رب. أخوي الدعم معايا والدعم مع وليداتي وتبغيت منك النمرة بغي نقول لك شي حاجة على الشرع في الإسلام على بيني وبين زوجي وبغيتك تعطيني النمرة ديالتك الله يحفظك الله وخ... مرحبا أم كوتر أنا ندوزك لستوندار بإذن الله. حسيت أخوي عيطت عليك وقلت لك عطيني النمرة ولكن ما تشدتش ليا الله يجازيك. هو الأخ معنا الأخ السي المهدي هو في استقبال المكالمات إن شاء الله غادي يعطيك الرقم بإذن الله نتواصلوا خارج البرنامج وأسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك. لالا أم كوتر هي من خلال ما قلتي بأنك كتحلمي بالأفاعي الأفاعي هي ترمز لأرواح خبيثة من الجن رجال ذكور الأفاعي هي رجال ذكور من الجن مرة كيجي في صورة جمل أو صورة ماعز أو صورة أفعى وكيكون غايته هو كيكون بصفة الجني العاشق فمن اللي كيخطبك دابا انت عندك واحد الحالة كتسمى الأوائل ديال البوادر ديال المس باقي ما عندكش المس يلا عندك البوادر البوادر ديالو كيجي بالتنمل وكيجي بالألم في الجنب كيتحول من جنب لجنب وكيجي بالرؤى المنامية ديال الصورة ديال الأفاعي وكاين أنه كيبدي يخطب يعني أنه يطلب ودك انت الآن راكي في واحد المرحلة خصك لابد تنتبهي وتضعين حاجزا بينك وبينه. علاش كيجي هاد الارواح الخبيثه؟ كتجي من الهم الشديد. اولها كتجي من الهم الشديد، داك اللي عنده الهم في الهم في الهم كيفيض به الهم كيعود مهيئ وقابل انه يتعرض للمس. وقد يكون عنده عداوه مع ناس اخرين، وديك العداوه ربما الاخرين يؤمنون بالشعوذه ويؤمنون باعمال سحريه، فاعطيناك رفعه. أعطيناك مقاما عليا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر يعني أكثر من العبادات وأكثر من الأعمال الصالحة النحر ودي العيد إن شانئك هو الأبتر يعني عدوك هو الأقطع يعني قال الأعداء اللي كيعاديوك كلهم غيتعرضوا إلى فتن من عند أنفسهم أي واحد عدو أراد أن يؤذيك ربنا عز وجل يخلق له عدوا من نفسه كما كان أبو جهل كان يؤذي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فربنا سلط عليه من يشغل باله. فأم كوتر خذي إناء ديال الماء قري فيه هذا السورة 70 مرة أضيفي إليها وكلمة 70 اجتهادية
من طرف بعض الخبراء ديال العلاج. نضيف اليها شويه ديال الماء الزهر ولا ماء ورد. علاش؟ لان الارواح الخبيثه ترفض الرائحه الطيبه، ونشربها وباذن الله غادي يوقع لك الشفاء الكامل من كل هذه الاعراض التي تعانين منها. ام كوثر، اسال الله تعالى ان يشافيك ويعافيك ويحفظك ويبارك لك في الاولاد والعائله والاحباب. اسال الله تعالى ان يحفظكم بالسبع المثاني والقران العظيم، وان تكون اسماء الله الحسنى وصفاته العلى نورا عليكم جميعا وضياء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.